دكتور محمد عادل، استشاري امراض القلب ومستشفى الطب الدولي في جده السعوديه، والبورد الاوروبي والامريكي في الموجات الصوتيه. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا النهارده اهلا هل تناول الاسبرين يوميا، دايما المرضى بيسالوا موضوع تناول الاسبرين يوميا ممكن يمنع النوبات القلبيه؟ الحقيقه ده موضوع مهم جدا. احنا يعني الاسبرين طبعا من هو من الادويه اللي بتقلل نشاط الصفائح الدمويه، فممكن يعني يعتبر جزء اساسي بيقلل التجلطات بدرجه كبيره. ولكن كان زمان كان اللي هي المقوله الشائعه يقول لك اي حد في سن ال 40 ياخد اسبرين. طبعا ده من اخر الاربع سنين كان ده اتغير تماما، وبقى فقط لمجموعه معينه بس من المرضى، بالذات مرضى السكر، لان هو يعتبر اللي هو الوقايه اللي هو برايمري بريفنشن، ده فقط مرضى السكر، بالذات لو عنده حاجات ثانيه مع السكر في سن 50 سنه ومعاه ضغط ومعاه كوليسترول مدخن، كل ده ممكن ساعتها يعني اسبرين بغرض الوقايه يبقى ليه دور. اما بالنسبه للعلاج طبعا الاسبرين طبعا ده جزء اساسي لكل مرضى، عنده شرايين في القلب، عنده شرايين في التوتر الرقبه، فيها تضايقات، عنده مشكله شرايين الرجلين، عنده جلطه قديمه، كل ده محتاج طبعا ياخد اسبرين. ولكن بالنسبه للوقايه زي ما قلنا دلوقتي لا، اتغير الكلام فقط لمرضى معينه زي مرضى السكر فوق 50 سنه، لو عنده مشاكل ثانيه من مدخن، ضغط، كوليسترول، لان برضه الاسبرين خلي بالك مفيش حاجه بدون ثمن، يعني الاسبرين برضه مع الوقت بيعمل التهابات في المعده وقرحه في المعده وبتشوف مشاكل منها ياما. طيب هل ارتفاع ضغط الدم له علاقه بامراض القلب والاوعيه الدمويه؟ اكيد اكيد، يعني طبعا ضغط الدم، طبعا لما ارتفاع ضغط الدم بالذات لو بيسموه كرونيك هايبرتنشن او ضغط ما بيتعالجش فتره طويله، ممكن بيعمل تضخم في عضله القلب، بيعمل تليف في عضله القلب، بيعمل يزود اصابه بامراض شرايين القلب، يعمل ضعف في عضله القلب. تمام، عشان كده مهم جدا احنا نبدا الاكتشاف المبكر والعلاج للضغط. طبعا ومن المعروف ان لما بتعالج ضغط الدم نسبه الاصابه بامراض القلب اللي هي ضعف القلب بتقل بنسبه 40 50%. تمام، ايه افضل طريقه لعلاج امراض القلب والاوعيه الدمويه؟ طيب نبدا اول حاجه بالطرق بسموها الطرق لا دوائيه، ودي مهمه جدا ان احنا للاسف بنهملها، يعني مش اول حاجه العلاج، اول حاجه فدي مهمه جدا بالظبط الوقايه زي ما قلت. فعلا اول حاجه طبعا هو نبدا امتناع التدخين، مهم جدا. الحاجه الثانيه الاكل، مهم جدا ان احنا نخلي الاكل بتاعنا ملح قليل، يعني الاقلال من الملح دي اهم حاجه، والناس فاكره الملح هو بس ملح الطعام بس، لا اي حاجه يعني المخللات، الجبن الحادقه كويس، الحاجات المحفوظه زي الشيبسي وغيره، كل ده فيها صوديوم، منزل صوديوم كويس، حاجات كل اي حاجه محفوظه يعني محفوظه كلها دي برضو بيبقى فيها صوديوم عالي كويس، بالذات صوديوم، فدي لازم دي اهم حاجه اقللها، يعني يعتبر الملح يعتبر احد السموم اللي هي بيسموها سموم بيضاء. تمام، تاني حاجه الكوليسترول، مهم جدا احنا برضو الاكلات فيها كوليسترول، وساعات الناس بيختار بيها الامر بين الاكل الحمية الدايت والكوليسترول، دي غير دي خالص. الكوليسترول بيترسب في الشرايين وبيعمل بيضايق الشرايين، تمام، ده موجود زي ما طبعا معروف في صفار البيض مثلا، فممكن اللي موجود في كل اللي هي في الدهن بتاع الجلد بتاع الاسماك، بتاع الدجاج كويس، الجمبري، الكبده، الحاجات دي كلها المكسرات، كل ده بيغلي بالكوليسترول، فدي اهم حاجه بالنسبه للاكل. حاجه ثالثه ممارسه الرياضه، واهم حاجه الانتظام في الرياضه، احنا قلنا دايما بنقول المريض مثلا من تقريبا من نص ساعه الى ساعه الا ربع يوميا، من يعني على الاقل 4 إلى 5 مرات يعني مرات في الاسبوع. المداومه على الرياضه دي مهمه جدا، والمشي بالذات كويس، ده بيقلل جدا من اصابه امراض القلب، بيحسن اللي هي قدره الانسان هو يعمل مجهود، وده بتحسن جدا من يعني من تظبيط ضغط الدم، تظبيط السكر، تظبيط الكوليسترول. ميرسي جدا لحضرتك يا دكتور، شرفتنا النهارده.